تتميز مصر بالتنوع الحضري الكبير الذي يؤهلها لتكون واحدة من أهم محطات السياحة الدينية حول العالم. فتباين الحضارات والعصور والأسر الحاكمة لمصر شكل لها خلفية حضارية متنوعة الأديان، فنجد أن مصر تزخر بالعديد من الأماكن السياحية التي تجذب أنظار رواد السياحة الدينية. مصر موقع زاره كل الأنبياء وبه آثار دينية، فالسياحة الدينية شيء مهم لتذكرتنا بالأديان ولإسعادة ماضينا القديم، وهي مهمة تعطي مركز مهم لمصر وتعطي يعني تحفز اقتصاد مصر. السياحة الدينية عامة يعني هتسوق لمصر شغل جامد وهتخلي السياحة ترجع زي ما كانت قبل كده. السياحة الدينية في مصر طبعا طول عمرها معروف ان هي بتمثل المفروض ركيزة أساسية، سواء كانت في الحاجات اللي هي زي الأزهر أو الحاجات اللي هي الخاصة بالكنيسة المعلقة والأديان، لأن مصر مهد الأديان. عندي نماذج للسياحة الدينية جميلة الشكل وخطيرة الشكل بس محتاجة دعاية. السياحة الدينية لها أثرها، يعني عندنا هنا قبطية وعندنا إسلامية وعندنا برضو في حارة اليهود هتلاقي المعابد اليهودية. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وزي ما قلنا في بداية كلامنا ربنا سبحانه وتعالى وهبنا موارد في شتى المجالات، ومش بس موارد طبيعية لكن كمان موارد بشرية قدر الإنسان إن هو يقدمها. الحضارة المصرية القديمة بكل ما تحمله من تراث حضاري من آثار فرعونية في مختلف الأماكن، أعتقد إنها دليل كبير جدا. مصر بتمتلك أكثر من ثلثي آثار العالم، وده في حد ذاته ثروة العالم كله بينظر إليها بشكل كبير، علشان كده مطلوب استثمارها. السياحة ليها أنواع مختلفة زي ما قلت في بداية كلامي. خلونا نتكلم عن الآثار بشكل عام وتحديدا السياحة الدينية، وهل بتتدخل فيها يعني أو بترتبط الآثار بنوع السياحة بشكل أو بآخر، وإيه مواردنا في مجال السياحة الدينية؟ وأعتقد أن احنا عندنا موارد كثيرة جدا هيكلمنا عنها ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة في مصر جميلة. اسمحوا لي أن أنا أرحب بدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار بجامعة المنصورة وأيضا مساعد وزير الآثار الأسبق. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. الحقيقة يعني أثارنا بتتكلم عننا طبعا. يعني وأعتقد أن أي إنسان بيزور محافظات متعددة جدا، يمكن احنا في وقت من الأوقات كان الضوء ملقى على الأقصر وأسوان وأسوان والأهرامات وخلافه، لكن اتضح أن احنا عندنا أثار في محافظات كثيرة جدا. بداية خريطة الأثار في مصر، وهل احنا بالفعل عندنا نوع من قاعدة البيانات اللي نقدر من خلالها نتعرف على كل أثار مصر ونقدر ان احنا نلقي الضوء عليها بشكل علمي وبشكل جيد؟ الأول بسم الله الرحمن الرحيم، وصباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، ومصر جميلة ان شاء الله، يبقى عام 2019 عام أفضل وأحسن ومزيد من التقدم، وبداياته مبشرة، أخبار كتير كويسة، افتتاح مسجد كبير وافتتاح كاتدرائية وحصول لاعبنا محمد صلاح على جائزة دولية الحمد لله أحسن وحاجات كتيرة جدا مبشرة يعني إن شاء الله، ونتمنى المزيد يعني. الحقيقة بالنسبة للآثار اللي حضرتك اتكلمت عنها أو السياحة الدينية، إحنا نقدر نقول زي ما الكلمة بتتقال، هي مش كلمة حقيقية يعني مجرد مبالغة، لكن هي دي الحقيقة. إحنا الشعب متدين بطبعه، يعني إحنا بنميل لل يعني الارتباط بوجود إله خالق يعني، ودي لها جذور الفرعونية يعني. حتى لو نبص، أنا صحيح متخصص في الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أيضا، إنما بنقول المعابد الفرعونية نفسها ما هي كانت دور عبادة صحيح، وكانت تتعب، وفي فترة من الفترات وصل الفراعنة بفكر متقدم إلى عبادة الإله الواحد، ولكن تمثل في قرص الشمس في فترة إخناتون صحيح. فده ممتد بعد كده، إن مصر فعلا مع ظهور الأديان السماوية، مصر هي أرض الأديان السماوية، أو نقدر نقول إن لم تكن الرسالات نزلت في مصر إلا أنها هي احتضنت هذه الرسالات صحيح. وأصبحت هي يعني الداعم الرئيسي لهذه الرسالات
والمركز الرئيسي لانتشارها، وبالتالي أصبحت هذه الأديان السماوية تحتاج إلى دور عبادة لتعبد المعتنقين لهذه الديانات وتواجدهم في مصر. لما نبص نلاقي قصة المعروفة واللي ذكرها القرآن الكريم، قصة سيدنا موسى وتربيته في بيت الملك أو في بيت فرعون، وده مثلا الديانة اليهودية بالكامل. فعندنا ما يمثلها من المعابد اليهودية في مصر، احنا عندنا حوالي 13 مكان أثري من الآثار اليهودية مسجلين، بالإضافة إلى طريق الخروج، ده أحد الطرق يعني الدينية الأثرية القديمة للديانة المسيحية، رحلة العائلة المقدسة ووصول المسيح وأمه عليه السلام والسيدة مريم العذراء في رحلتهم إلى مصر هربا من بطش هيرودوس والرومان ومطاردة. والعلماء اللي درسوا الرحلة كويس تاريخيا قالوا أنها من 3 لـ7 سنوات، لكن أرجح الآراء بتقول 3 سنين ونصف أو 3 سنوات ونصف خاضت فيها الرحلة، أو مرت تقريبا بحوالي 70% من مساحة مصر من مدخلها الشرقي في العريش حتى دير درونكا في أسيوط والدير المحرة في أسيوط، مساحة كبيرة جدا. طبعا ده نتج على أن مصر هي أصبحت حاضن للديانة المسيحية، وخرج منها مرقس الرسول الذي بشر بالمسيحية، عشان كده احنا حتى الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بنقول بطريرك الكنيسة المرقسية، فدي الديانة المسيحية. وبالتالي ظهر عندنا في فترة الرهبنة المسيحية الأديرة، فليها منتشرة في مصر في خارج النطاق العمراني للانقطاع للتعبد والعبادة، وهنلاقي داخل الحيز العمراني بعد الاعتراف بالمسيحية في عهد الإمبراطور قسطنطين وجود الكنائس داخل المدن وداخل القرى وفي كل أنحاء مصر. بعد كده الإسلام، دخول عمرو بن العاص بفتح مصر، وأصبحت مصر هي البوابة الشرقية لدخول الإسلام، أو هي المدخل لدخول الإسلام إلى شمال أفريقيا وإلى غرب أفريقيا وإلى أوروبا عن طريق عبور بلاد المغرب وبلاد الأندلس اللي هي إسبانيا والبرتغال حاليا وأجزاء من فرنسا. وبالتالي أصبح يتطلب هذا الأمر وجود أماكن للآثار الإسلامية أو دور العبادة الإسلامية المتمثلة في المساجد. تمام. كل هذه الأشياء اللي تتحدث عنها تكون عنها نتاج حضاري جميل جدا، اللي هو بيتحط تحت بند الآثار الدينية للأديان السماوية أو السياحة الدينية. تمام. السياحة الدينية يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هو الشعب العربي كله هو شعب يعني النواحي الدينية بنتعلق بها بشكل كبير، ومش بس الشعب العربي لكن الأديان كلها موجودة في مصر الحقيقة، وأعتقد أن لابد يكون في نوع من الجداول الخاصة بالرحلات السياحية، حتى لو سائحين جايين في رحلة ترفيهية لابد أن يكون في إشارة لهذه الجوانب. النهاردة احنا فين من السياحة الدينية على مستوى العالم، ومصر بتخطط ليها ازاي؟ الحقيقة يعني احنا لو هنحسبها نسبة وتناسب بالأرقام احنا رقم واحد عالميا، لو هنحسبها بالاستفادة منها يعني ترويج لمصر وسياحيا واقتصاديا، لا احنا متأخرين قوي 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 مع الامكانيات اللي عندنا. وانا في كلمة يمكن بقولها دايما، اذا كانت مصر اتأخرت في بعض المجالات، وان شاء الله يمكن تكون على الطريق الصحيح لعودتها للريادة في كل النواحي، إلا أني أنا بقول أن مصر هي دولة عظمى أثريا بالأرقام وبالتاريخ، وإحنا الدولة الوحيدة اللي في العالم أن سلسلة الحضارات فيها لم تنقطع وفيها ما يمثلها على الأرض، سواء من أثار ثابتة مباني أو أثار منقولة اللي هي بتطلع نتاج الحفائر في المواقع الأثرية. ميزة عندنا كمان زي ما حضرتك ممكن قلت في مقدمة الفقرة، ان التركيز على الأقصر وأسوان وكده، لا احنا عندنا شيء غريب جدا، تقريبا 90% من محافظات مصر عبارة عن متحف للحضارة المصرية او الحضارة الانسانية، ان الاثار دي حضارة تهم العالم كله، يعني في كل محافظات مصر تقريبا ما يمثل كل العصور التاريخية، يعني هتلاقي معظم المحافظات فيها اثار فرعونية وفيها يونانية رومانية وبيزنطية للفترة المسيحية وفيها آثار إسلامية وفيها حتى اللي بنقول عليها الحاجات ذات القيمة التاريخية اللي هي بتاعت فترة أسرة محمد علي أو العصر الحديث لحد ثورة يوليو 52. فدي ميزة كبيرة جدا نحن لا نستفيد منها. ويمكن برضو أنا أعتقد
ان وجه الاستفاده يعني بالترويج بشكل اكبر لمكاتب الهيئه تنشيط السياحه اللي موجوده في الخارج، الدعايه، غرس حب الاثار في النشء، وده اللي احنا بنتكلم عليه، بنقول ان يجب ان يكون في تكاتف وتضافر بين الوزارات المعنيه، بان وزاره التربيه والتعليم تحض يعني وكلاء الوزاره في المحافظات المختلفه بزيارة المناطق الأثرية حتى في دائرة كل محافظة على حدة. وهنلاقي كتير لو ضربنا أمثلة محافظات في الجنوب، يعني بعيد حتى على المحافظات اللي هي واخدة الشهرة الكبيرة زي الأقصر وأسوان والقاهرة في الآثار الإسلامية، يعني في الجنوب محافظة سوهاج، في الشمال مثلا دي أمثلة نماذج، والمنيا في الشمال في عندك كفر الشيخ، عندك الغربية، في زي ما حضرتكوا المنيا، الدقهلية، الشرقية، الإسكندرية، الشرقية، كل محافظات مصر هتلاقيها في مؤسسات، حتى المحافظات اللي هي تعتبر يعني ظهرت كمسميات حديثة زي محافظات القناب والسعيد والإسماعيلية والسويس، إنما الحقيقة الحفائر اللي أجريت في 20-30 سنة الماضية في هذا الاتجاه يعني أظهرت أن كان هناك مجتمع عمراني كامل في هذه المناطق، بل العكس، في منطقة زي اسمها تل الكوع أو منطقة حسن داود في عند بالقرب من الإسماعيلية فيها أثار منذ ما قبل التاريخ، يعني اختيار حتى موقع زي محافظة الإسماعيلية يعني لم يعني اعتقد لم ياتي جزافا، وانما هو امتداد برضه لاختيارات قديمه سابقه. صحيح. فجاء الاختيار يعني متطابق مع الماضي. يعني الحقيقه يعني احنا بنقول المصري القديم كان عنده فكر وكان عنده وعي وكان عنده يعني نوع من التقدم الشديد جدا في مختلف العلوم. الحقيقه النهاردة أنا محتاجة يكون عندي نوع من الترويج بشكل مختلف. اسمح لي يا دكتور، كل هذه الأدوات إحنا مش بنستغلها أو مش بنستثمرها بشكل جيد. النهاردة هل نقدر نقول أنه مطلوب إدارة مختلفة، رؤية مختلفة لكي نصل بمواردنا وبإمكانياتنا دي لتحقيق النتائج اللي تعود علينا كمجتمع سواء في مجال السياحة أو الاقتصاد بشكل عام؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن يعني الموضوع منقسم لشقين، يعني شق يتمثل في الشق الرسمي الحكومي، وده اختصاص وزارتين رئيسيتين، وزارة الآثار ووزارة السياحة، وشق لمنظمات المجتمع المدني، ودي عليها دور وعبء كبير جدا أيضا، ويمكن ده اللي فارق عندنا في التطور في حاجات كتير عن مثلا دول سبقتنا زي أوروبا وزي الولايات المتحدة وزي بعض دول شمال أفريقيا في التقدم في هذا المجال، يعني يمكن خاصة الأشقاء في تونس والجزائر والمغرب يعني أصبح لهم باع في هذا الاتجاه. الحقيقة أن يعني هناك خلط ما بين العمل الأثري والعمل السياحي. الآثار مهمتها الرئيسية هي الحفاظ على الآثار وصيانتها وترميمها ورفع مستوى العاملين فيها الفني، العاملين الطاقة البشرية الفني والله حتى ثقافة المواطن والمالي كمان يعني برضو يا دكتور. إنما وزارة السياحة لها مهام أخرى في الترويج السياحي والتنشيط السياحي وطباعة المنشورات، وطبعا بالتنسيق بين الاثنين بين الوزارتين، طباعة المنشورات، تنشيط هيئة تنشيط السياحة والمكاتب الخارجية فدورها في تنشيط السياحة الداخلي والخارجي. طبعا المنظومة دي بنقول إن هي يعني دل على الرأس اللي ظاهر، لكن في وزارات تانية ممكن يبقى لها دور أقل قليلا لكن رئيسي، زي وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، زي وزارة شؤون البيئة، وزارة الثقافة، الداخلية، المواصلات. صحيح. كل هذه الأشياء منظومة واحدة هي مكملة لبعضها. المنظمات المجتمع المدني اللي احنا يعني بنتخوف من التعامل أحيانا مع البرايفت سيكتور، لكن ده مهم جدا ودول كثيرة بتعتمد عليه في تحمل جزء كبير من أعباء الدولة. صحيح. لأن الدولة والميزانيات الحكومية يعني مش هتقدر تتحمل كل حاجة بمفردها، لكن هي مطلوب إعطاء هذه المنظمات أو الجمعيات الأهلية فرصة العمل والاشتراك مع الجهات الحكومية، لكن بضوابط عشان برضو الأمور يعني تبقى تحت السيطرة. صحيح. وفي نفس الوقت ما حدش يستغلها في تحقيق أغراض قد تكون بعيدة عن الأهداف العامة للدولة نفسها، وفي نفس الوقت تحقق الهدف. يمكن ده تم الإشارة إليه في مؤتمر الشباب اللي أقيم في شرم الشيخ، والسيد الرئيس الحقيقة كان ضمن توصيات هذا المؤتمر هو بالفعل يعني مراجعة البنود أو التشريعات الخاصة بالجمعيات الأهلية. والمبادرة الأخيرة كمان كانت الشراكة والمسؤولية للمجتمع المدني في تقديم احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً.
النهارده احنا كلنا بنتشارك في تحقيق اي هدف معين، وزي ما بقول احنا الحمد لله عندنا الموارد وعندنا الحضاره المصريه القديمه. زي ما حضرتك تفضلت وقلت المصري القديم كان بيمتاز بان هو عنده مش السياحة بقى، التوثيق أيضا للمعتقدات الدينية، فكرة البعث والخلود اللي كانت موجودة عند المصري القديم قبل كده. أعتقد ده ليه دلالة على أننا بالفعل هذه الجوانب بنهتم بيها منذ قديم الزمان. كان يعني عايز أقول أنا في مادة كنت بدرسها في الجامعة اسمها فن المتاحف، من ضمن هذه الحاجات بنستعرض فكرة المتاحف منذ القدم. يعني تمام، لما نبص نلاقي أن كبير كهنة المعبد في الحضارة المصرية القديمة يحتفظ ببعض الأشياء الخاصة به والكهنة على التوالي، وتكون هناك حجرة في المعابد اسمها حجرة الكنوز. الله. عشان يشوفها الأجل. ما دي فكرة المتحف بعد كده. لما نيجي نلاقي أن بعض الناس كانت غاوية في حتى في العصر الحديث دلوقتي أنها تجمع مقتنيات مصريين وعرب وأجانب، يعني متحف جاير أندرسون أو بيت الكريتلية، ده جاير أندرسون ضابط بريطاني كان هاوي جمع التحف وتنازل عنها الحكومة المصرية. ففكرة يعني ميل الإنسان للذكرى أو ميل الإنسان للماضي، وخاصة لما يكون ماضي زي ماضي مصر، ماضي مشرف. صحيح. فبالتالي ده موجود من زمان. هي الفكرة أن أصبح من حق مصر، وده اللي المفروض يتعمل، أن تستفيد من هذه الموارد. صحيح. وتعظيمها، تستفيد منها. يعني إيه الفايدة أن أنا زي ما بتقال الرقم، ولو أن أنا بعترض على كلمة تلتين أثار العالم دي، لأن قد ينتج أن في أكتر في بطن الأرض، وقد ينتج أن يكون ده يزعلنا أكتر. يعني يعني يبقى عندنا كده وده ما يحصلش. يعني إيه الفايدة أن أنا عندي هذا الكم من الآثار وأنا لا أستفيد منه ماليا واقتصاديا. صحيح. ولا يعني أنميه بالشكل الذي ولا أسوقه بالشكل الجاي. ولا أسوقه بالشكل، يعني أنا بقول هي فكرة الخلط. يعني الآثار مهمتها الحفاظ على الآثار وصنايتها وحمايتها وترميمها، وأما الترويج ويعني ده مهمة جهة أخرى. يعني خلينا مع حضرتك ومع كل السادة المشاهدين كمان نشوف يعني إزاي المصري القديم ترك لنا التراث وترك لنا الحضارة اللي نقدر من خلالها نقول إننا كمصريين عندنا الفكر من قديم الأزل، فكرة البعث والخلود اللي دونت على المعابد الخاصة بالحضارة المصرية القديمة. هنشوفها ونتابعها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير، ونعود بعده مباشرة. الباب الوهمي، جسر يربط بين عالم الأحياء وعالم الموتى. نجد دائماً في المقبرة المصرية القديمة ما يعرف عند الأثريين بالباب الوهمي. كان الباب الوهمي عند قدماء المصريين هو أحد الوسائل لتجسيد فكرة السيمترية في المقبرة. والسيمترية هي نظرية تفترض وجود كون آخر هو صورة مرآة معكوسة من الكون الذي نحيا فيه، وأن الإنسان عندما يولد ثم يموت إنما هو ينتقل بين الكونين. أهلاً وسهلاً بيكم في المتحف المصري. إحنا النهاردة هنتكلم على الأبواب الوهمية. هي ظهرت في الدولة القديمة، وكانت فكرة الأبواب الوهمية إن إنك بتتحط في المقبرة ويبقى مرسوم عليها سحب المقبرة مع تعويذ وجزء من القرابين علشان الروح تيجي تبقى تتعرف عليها وتبقى تقدر تخش المقبرة، والروح تقدر تروح لصاحب المقبرة وترجع له تانية علشان البعث والخلود. جسد المصري القديم فكرة السيمترية، أي الكونين المتقابلين كصورة مرآة معكوسة في شكل الباب الوهمي. تطورت بعد كده الأبواب الوهمية للوحات واختفت بعد كده. كانت دايماً بتتشكل من عناصر معينة اللي هي زي احنا شايفينه بيبقى اللينس اللي هو بيبقى الجزء الخارجي، وبعد كده بيبقى زي في اسطوانة كده زي باب، يعني جزء اسطواني في النص زي أكنها ستارة، وجزء الداخلي زي أكنك داخل المقبرة.
برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، شفنا واستمتعنا بحضارتنا الجميلة اللي نقدر نقول انها بالفعل يعني عنوان للمصري القديم اللي ترك لنا هذه الآثار. مطلوب النهاردة ان احنا نبروز الآثار دي، مطلوب ان احنا نسوقها بشكل جيد. اعتقد اصبح في حديث في مجال الاتصالات ممكن ان احنا نستثمر هذا الموضوع. يعني مره ثانيه برحب بضيفي اللي مشرفني دكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الاثار الاسبق واستاذ الاثار بجامعه المنصوره. اهلا بحضرتك مره ثانيه يا دكتور. ازاي النهارده ان انا اسوق بطريقه علميه في ظل تكنولوجيا المعلومات؟ اعتقد ان دي كمان ممكن استثمارها بشكل جيد، وممكن ان انا اقدر اصل الى كل مكان في العالم وانا موجوده في مكاني، واقدر ان انا اصل بالصوره الحقيقيه لما تمتلكه مصر من اثار. زي ما هنقول قلنا قبل كده بس بنكرر تاني بشكل مختصر. احنا عندنا المقومات كويسه جدا، لكن عايزه تتوظف في الاتجاه الصحيح بتاعها. يعني عندنا التكنولوجيا الحديثه اللي خلت العالم كله قريه صغيره. عندنا كمان حتى المواقع الويب سايتس بتاعت الانترنت ما بقتش حكر على شركات ومؤسسات كبيرة، لا ده اخترقتها كمان السوشيال ميديا اللي اصبح اي واحد حتى لو طفل صغير ممكن يعمل صفحة على الفيسبوك او تويتر او اي حاجة من يعني حاجات السوشيال ميديا ديت. فده اصبح فرصة كويسة جدا، لكن هي اصبح لابد انه اولا نعمل ماده علميه مختصره بعيد عن الماده الاكاديميه. انا بدرس الماده الاكاديميه وبشرف على رسائل واوا، لكن ده مش مجاله عشان تروج للسياحه. صحيح. لان ده ممكن بيؤدي لنتائج عكسيه لما انا احط يعني مصطلحات جافه او فهمها صعب على المستمع او على القارئ، فبالتالي هتنفر القارئ او المستمع او المستهدف. فطبعا تبسيط الماده الاثريه، ترجمتها للغات عديدة وده مهم جدا لازم نركز عليها، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الأسبانية، البرتغالية، اللغات اللي هي الأكثر انتشارا في العالم. الشيء الثاني كمان ان احنا نعمل بعض المنشورات او المطبوعات وبرضو المترجمة بهذه اللغات بحيث تبقى سهلة التداول وتبقى موجودة ومتاحة في المواقع الأثرية. يجي بقى بالاتجاه بقى الثاني او اللي هو بنعاني منه كتير جدا، موضوع الخدمات في المناطق الأثرية اللي أحيانا تبقى عندك الهرم، عندك معابد الأقصر، عندك القاهرة الإسلامية بكل ما فيها. تمام. لكن السائح بعد ما بياخد أو الزائر أو الضيف بعد ما بياخد الجولة بتاعته بيعاني معاناة شديدة جدا، إنه يلاقي مثلا حمام يحتاج إليه، حتى المقابلة مع المواطن بشكل عادي يعني يلاقي بعض الظواهر السلبية من معاكسات. صحيح. أو مضايقات أو يعني كل هذه الظواهر لابد من القضاء عليها عشان نضمن أن المجهودات بتاعة الترويج تكون في إطارها الصحيح، وده اللي بنتمناه. وأعتقد أن الشراكة أصبحت هي السمة الأساسية لنجاح أي مشروع أو لنجاح أي اتجاه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار الأسبق. نورتني يا فندم وألف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا، وإن شاء الله يعني أنا عندي أمل في أني القادم لمصر أفضل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله القادم أفضل وبكرة أحلى، وقادرين أن احنا نصل في كل المجالات إلى المكانة اللي نستحقها بشكل كبير جدا. ألف شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. ولسه مع كل مشاهدينا فاصل وارجع لحضراتكم مرة ثانية. العاصمة الإدارية الجديدة خطوة هامة نحو مصر الحديثة، تشمل مناطق سكنية تستوعب 7 ملايين نسمة، الحي الحكومي، مدينة طبية عالمية، مدينة رياضية، قرية ذكية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومدينة معارض، مناطق خدمية وتعليمية، مناطق للمال والأعمال، وتوفر الآلاف من فرص العمل. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك